ولاية فرجينيا تقدم له بعنوان لماذا يجب علينا الاهتمام باللغة المحلية؟ يقدمها السكرتير الأكاديمي لجمعية اللغة النوبية والرئيس السابق لنادي اللغة النوبية نوبة الدكتور خليل الدكتور. طيب مساء الخير، و نشكر الحضور على تلبية الدعوة الكريمة في أول محاضرة لنا عن موضوع أتمنى أن يكون شيق، وهو موضوع اللغة المحلية. وفي البداية قبل ما أبدأ الموضوع عاوز أعرف نحن منو؟ نحن جمعية ثقافية اجتماعية أكاديمية، شغلنا الشاغل هو اللغة، عشان كده سميناها جمعية اللغة النوبية. فنحن معنيين في الأساس بتطوير ونشر وتعليم اللغة النوبية، وعملنا في السودان من 2005، وبدينا في برامج تمليك الحرف النوبي وكتابة تعليم الكتابة والقراءة للصغار والكبار. والآن بمجهودات كتار من المجتمع النوبي هنا قدرنا إنه نواصل نفس العمل اللي بديناه في السودان ونقلناه نفس التجربة هنا. والليلة نحن بصدد الكلام عن الموضوع الأساسي اللي بدينا به والحراك والنشاط كله، واللي فيه مجموعات كثيرة في السودان معنية به، وهو اللغة المحلية. والحديث يا جماعة عن اللغة كده ككلمة قد يكون يعني كلمة مجرد يعني كلمة صعبة شوية، فأنا بحاول الليلة يا ريت أقدر أفصل وأحول الكلام لكلام مستسع. لكن لا بد أن نبدأ بمحطات مهمة، وأول المحطات اللي عاوزين نبدأ بها بيقولوا يعني أكثر المصادر بتاعت المعرفة تبدأ المعرفة هي المصادر الفلسفية. فكده أنا هحاول أقول بعض العبارات الفلسفية اللي تكلمت عن اللغة. اللغة زادة ككائن مجرد أو ككيان موجود. فاستوقفتني وأنا بحضر الندوة دي بعض المقولات الفلسفية الهامة عن اللغة. مثلا واحد من الفلاسفة قال إنه اللغة هي أول تفرد للإنسان. اللغة هي أول تفرد للإنسان، وده واحد اسمه كيفن كيل. ديكارت مثلا الفيلسوف الفرنسي المشهور والرياضي لما جاء قال اللغة وصفه بتعبير، قال إن اللغة هي ما يميز ما بين الإنسان والحيوان، كانت اللغة في دراية عميقة له لدور اللغة. في مدرسة فلسفية برضو اسمها مدرسة التحليلية، ودي في جامعة أوكسفورد وفي كامبريدج بدأت المدرسة الفلسفية دي، ورواده هم طبعا الفلاسفة المشاهير ناس روسل وفينشتاين ومور و مجموعة كوكب من الفلاسفة اشتغلوا شغل كثير، وكان أغلب أو مجمل عملهم الفلسفي حوالين اللغة. فمثلا تبنوا موقف فلسفي أو مقولة مهمة إنه اللغة بدونها بدون اللغة أي بناء اجتماعي لا يمكن. وأنا أفتكر ده رأي يعني فيه يعني very radical opinion إنه لا يوجد بناء اجتماعي من غير اللغة.
أيضا قالوا إن اللغة هي بتحمل أداة تعريف المعنى والإيمان بل والحقيقة. يعني معرفتنا للحقيقة مرتبطة باللغة. بعض من آرائهم برضو قالوا إن اللغة هي عبارة عن نظام تمثيل العالم. يعني أنا عاوز أمثل العالم ده في نظام بأخذ اللغة. مثلا بينشتاين قال إنه تصوير الحقيقة يتم الحقيقة الفاكس الحقائق كلها يتم في اللغة. و جون سيرل مثلا فيلسوف أمريكي هنا من مدرسة تعتبر مدرسة يعني متعمقة أكثر كمان من المدرسة التحليلية اسمها مدرسة فلسفة اللغة. يعني اللغة بقى عندها برانش في الفلسفة. فقال إنه اللغة هي الفاندمنتال تمام كومبوننت اوف هيومن بينز. يعني اللغة هي الضرورة الأساسية لوجود الإنسان. وده رأي مطرف جدا عن اللغة يعني عن أهمية اللغة. وأختم كلامي في المقدمة دي قبل ما نخش على تفصيل الموضوع المهم والشائك برأي واحد من الفلاسفة والأنثروبولوجيين المعاصرين الفرنسيين في كتابه النهج إنسانية البشرية. إدغار مورن ربط ما بين اللغة وبالتحديد اللغة الخاصة يعني اللغة المحلية اللي احنا جايين نتكلم عنها وما بين الإنسان وما بين الذهن وما بين الثقافة والمجتمع. وقال إن اللغة الخاصة يعني اللغة المحلية هي المنطلق الأساسي للجانب البيولوجي والإنساني والثقافي والاجتماعي. واللغة هي جزء من الإنسانية بل هي تمثل الإنسانية برمتها. يعني الإنسانية كلها مثلت علينا اللغة الخاصة. كون الإنسان نفسه بواسطة اللغة الخاصة. يعني الإنسان كون نفسه بواسطة اللغة الخاصة. واللغة الخاصة بنفسها كونت إنسانية الإنسان. يعني نحن إذا عاوزين نعرف إنسانيتنا بنعرفها من خلال اللغة حسب رأيك. فهي في دواخلنا وفي دواخلنا توجد هذه اللغة الخاصة. نحن منفتحون بواسطتها إلى على ذواتنا ومنغلقون على الآخر في نفس الوقت بواسطة هذه اللغة. بهذه المقولات الفلسفية العميقة أنا عاوز أبدأ المحاضرة بتاعتي. واللي أتمنى أنها تكون محاضرة شاقة رغم أن احنا مشينا في درس شائك جدا اللي هو المقولات الفلسفية والتنظير الفكري اللي تم حول اللغة. وباختصار عاوز أبتدي في عملية تعريف نبني لنا تعريف على اللغة ونحاول نطلعها من الإطار التجريدي لحاجة ملموسة. نحن هنا بصدد الكلام عن لغتنا المحلية. طيب اللغة حسب علماء الاجتماع والفلاسفة اتفقوا على إطار معين تعريف نحن نمشي به. قالوا إن اللغة هي النظام الإنساني اللي بتواصل به والإنسان بتواصل به في مجتمع معين. يعني اللغة لازم تكون عندها شنو؟ مجتمع معين تمام؟ وإنه من خلال اللغة دي بتعرف به ذاتها. يعني مجتمعنا زي ما الفرد عنده ذات المجتمع كمان عنده ذات. تعريف الذات بيكون عن طريق شنو؟ اللغة دي. وهي المنظومة الجامعة للمفردات والأصوات النطقية. يعني المجتمع ده شال من الأصوات حاجة بتميزه اختار اختيار وشال من الكلمات اختار. يعني بمثال مثلا المجتمع الإنجليزي عرف الحاجة دي ده قال تشيرز. اتفقوا على صوتيات وحاجات اتفقوا اتفاق انه والله ليس يسميه تشيرز. العرب قالوا يسميه كرسي. المجتمع ده أنتج هذه الكلمات والأصوات
ورتبها ترتيب بحيث انها تعبر عن شنو؟ عن اصغاطه هو للاشياء في العالم. طيب اللغه هي اهم ادوات الثقافه وهي اصل النطق الانساني، يعني الانسان بينطق يتكلم من خلال اللغه، وتعبر عن الانسجام الاجتماعي المتوالد تاريخيا. لمجموعات سكانية فضلت العيش في جغرافيا معينة، اللغة كمان تولد زي ما الإنسان بيولد في مكان، اللغة تولد في جغرافيا معينة وقد تتخطى الجغرافيا. طيب طالما نحن الليلة بصدد الكلام عن اللغة المحلية وبالتحديد عن لغاتنا المحلية، نحن جايين الليلة مجتمعنا مجتمع نوبي بيتحدث لغة معينة اسمها نوبي، ولغة نوبين دي بتمثل لغة مجتمع معين أنتج في فترة معينة من التاريخ وأصبحت هي تمثل كينونته الذاتية. وطالما الحديث عن لغة نوبين، يعني نوبين واحدة من اللغات النوبية، لازم كمان نوري لغة نوبين دي مجتمع ده كان شكله عامل كيف. تاريخيا لغة نوبين بيقولوا إنها موجودة كلغة على الأقل 1600 سنة إلى 2500 سنة، موجودة كلغة. نوبين تنتمي إلى عائلة لغوية ضخمة اسمها عائلة اللغات النيلو صحراوية. عائلة اللغات النيلو صحراوية دي فيها لغات في السودان، في إثيوبيا، في لغات في السودان، في إثيوبيا، في كينيا، في أوغندا، في مجموعة كبيرة في مالي، مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية، يعني واحدة من المجموعات الموجودة في أفريقيا الأصيلة. لا توجد أي لغة في المجموعة دي خارج إفريقيا، كل اللغات دي تتم إنتاجها وين؟ داخل هذه الغارة السوداء، الغارة السوداء. بضم 250 لغة، يعني النايل والصحارى اللانجوجز عددهم كم؟ 250 لغة، بيشتركوا في خصائص كثيرة. واحدة من أهم الخصائص اللي بيشتركوا بها إن هم المجموعات دي ما عندها أدوات تأنيث وتذكير، يعني ما عندهم فهم مذكر ومؤنث. يعني بيسموها بالإنجليزي جندرلس، يعني ما عندهم فهم إنه ده جندر، يعني في الفرنسي مثلا الكرسي يكون مذكر، الترابيزة مؤنث، الكتاب مذكر، كده. في الألماني عندهم ثلاثة جندر، يعني مذكر ومؤنث وكمان الجمال. العربي فيه اثنين جندر، في لغات كثيرة فيها جندر، اللغات ما فيها جندر، جندرلس. لما يتكلم عن الجندرلس هنا كمان لازم تاخد حاجة، يعني في ناس بيفكروا إنه اللغات دي ما تطورت، لأنه الناس يسألوا إنه الجندر ده عملية بتاع شنو؟ يعني حركة التطور بتاع اللغات. فهل إنه هذه اللغات نظرتها للرجل والأنثى والجمال متساوية؟ يعني الإنسان بشقين ذكر وأنثى مع الجماد مع النبات مع كل مكونات الطبيعة هو واحد متجانس. وأفتكر ذي مهمة، قمة يمثل قمة التطور الإنساني، مساواة الإنسان مع الطبيعة، مساواة الإنسان في بعضه، يعني قمة التطور الإنساني. داخل مجموعة النايل والصحارى بنخش في مجموعة صغيرة كده اسمها الإيسترن سوداني، فيها 106 لغة. الإيسترن سوداني دي بتدخلنا كمان يا جماعة مع أهلنا التانين الماساي الدينكا المجموعات الليلية. قد يستغرب البعض انه ما علاقة الشماليين في نوبا بأهل الجنوب لغويا فيلينك، وطالما لغويا فيلينك معناه جيناتيكلي فيلينك، لأنه الشريط بتاع النيل ده مربوط. الليلة الزول القاعد في الماساي هناك والقاعد في أسوان مربوطين historically linguistically genetically.
بس الفوارق الثقافيه اللي جت كبيره بحكم تغيير الاديان، بحكم تغيير الحكام، الاستعمار، الثقافات الواضحه عملت الديسكونكشن. مره في حادثه واحده من اخواتنا الحلفاويات وشافني انا بتكلم مع واحده من دينكا، اختنا دينكاويه، الدينكا بيقولوا عباره انقدم يعني امسك ده باللفظ ده انقدم. ايوه انتوا بتقولوا انقدم وفي المعنى انقدم مش كده؟ ايوه. ف بيعدوا الاعداد، قال لك الاعداد الاولى الخمسه قريبه او شبه واحد ديج دينكا وبالنوير واحد. ف الايسترن السوداني اللانجوج ده 106 ليل قرايب، يعني احنا بدنا نقرب. داخل الايسترن السوداني في 26 لغه اسمها نورثن ايسترن السوداني. نورثن ايسترن السوداني دي كان فيها اللغه المرويه. للناس اللي بتوع انه والله يا اخي اللغه المرويه اللي جاتنا واحده على افريقيا وفيها مكون سامي ولسه ما اكتشفناه، نحن لغويا الان هنا بنعمل بنصنف اللغه المرويه داخل ما يسمى النورث ايسترن سوداني، ودي بتضم اللغات المرويه زائد اللغه المرويه زائد لغه التامه زائد لغه في اريتريا اسمها النارا زائد بعض اللغات الموجوده اغلبيتها في السودان ما عدا النارا بس هي موجوده. فدي بتدخلنا مع اللغه المرويه. بعدين داخل النورث ايسترن السوداني نحن نتفرد بالنوبين تتضم للمجموعه النوبيه، والمجموعه النوبيه هي عباره عن 11 لغه فاميليز لكن داخله في البطول. والنوبيان فاميلي دي دل اهلك يعني دل الناس اللي اذا كان جنوبيين ابناء عمك تمام، والماساي دل ناس البيت يعني دل اخوانك دل اللي بيشاركوك في اكثر من مفرده واكثر من تصنيف، دل اللي بيكون في تطابق كامل لعبارات وجمل. منو دل؟ موجودين في الشمال لغه نوبي وفي لغه اكستينك اسمها نور نوبيا. في اللغه النوبيه الغربيه في لغه في مجموعه الميدو، والميدو ديل موجودين في شمال دارفور، المركز بتاعهم اسمه مالحه عباره عن جبل، وهم بيطلقوا على لغتهم تيدنال يعني لغه الشعب تيدنال، انا انهم الكلام وتيد لغه باليد عندنا لغه الانسان يعني لغه الانسان تيدنال يعني إيدين بنجد يعني. وبعدين المجموعة النوبية الوسطى دي مجموعة كبيرة جدا، دي فيها هنا الدناغلة والكنوز، وبعدين فيها لغة البرغد ولغة إكستنت يعني لغة مغربة، وبعدين فيها مجموعة في جبال النوبة اسمها هيل نوبيانز وهم بيسموا نفسهم اللجنة. وهيل نوبيانز دي هي ذات داخلها فيه لغات كثيرة، جبال الستة وجبل داير، لغة الدلج، الحجرات، الكاركو، الكاشا، الوالي، الفندا، مجموعة من اللغات الموجودة في هيل نوبيانز يعني داخل جبال النوبة في مجموعة نوبية اسمها هيل نوبيانز، هم زي 26 عشيرة. دل المجموعات انا ذكرت عليها اللي احنا بنصنفهم ال 11 فاميلي نوبيان ديل اهل ذيس از يور براذرز يعني الميلوبي ابوه في اللغه، والبرغداوي والبنغلاوي ديل اهل يعني اللغه توين. ده ما يخص لغتنا وتصنيفها. نرجع تاني للموضوع الأساسي بتاعنا اللي هو
أهمية اللغة. طيب يا جماعة ليه يعني ليه نحن نهتم باللغة؟ أي صح الكلام بتاع الفلاسفة ده قالوا واللغة هي واللغة أصل الإنسان واللغة هي بداية تكوين المجتمع، المجتمعات بدأت باللغة وكل الكلام المنوع بتاع الفلاسفة ده. لكن برضو نحن الآن في عالم، ممكن واحد يقول نحن الآن في عالم عولمة، اللغات اتحسمت، اللغات العالمية هي الثابتة. يعني أنا ليه أرجع للغتي المحلية؟ يعني أنا نوبين ولا كافو ولا فندا ولا ميدوب ولا ماساي، يعني ما أنا خلاص ننتهي بلغاتنا العالمية اللي صنفوها لنا، البقى عربي يتكلم عربي، البقى إنجليزي يتكلم، البقى فرنسي يتكلم فرنسي، والعالم نفسه ماشي لغرية كبيرة. و ليه يعني منا ليه اللغة؟ ليه نعمل هيدك ونعمل جمعيات ونعلم لغاتنا للأطفال وللناس الكبار ونكتب اللغة ليه؟ طيب أنا هحاول أجاوب على السؤال ده رغم إنه سؤال صعب في الفترة الجاية، وأتمنى يكون عندنا زمن والحضور ما يكون يعني يكون المحاضرة. طيب من واحدة من تعريفات اللغات المحلية أو اللغة بشكل عام إنها هي رمز للهوية. لما نقول رمز للهوية بنقصد به رمز للشعور العام اللي أنت بتعرف به نفسك، يعني أنا شاب، أنا إذا عندي لغة، أنا موجود، أنا إذا عندي لغة. يعني مثال كده نأخذه بشكل رياضي، أنا ياباني إذن أنا بتكلم لغة يابانية، أنا ألماني هتكلم لغة، أنا صيني هتكلم لغة، طيب أنا سوداني هتكلم شنو؟ لغة سودانية؟ هل في؟ طيب وده ما ميز الشعوب المشت عن الشعوب اللي تخلفت. يعني واحدة من تفسيراتي أنا إن الشعوب المشت والشعوب اللي تخلفت هو الكلام الجاي، لأن اللغة بترمز للهوية الثقافية العامة. الرمزية دي مهمة جدا، لأنه بشكل آخر أنا عندي سيادة، يعني أنا بعرف ذاتي، أنا موجود عندي سيادة، معناها أنا عندي لغة، أنا إنسان زي الآخرين. أول ما ينتجه المجتمع يا جماعة هو اللغة، يعني المجتمع كده جماعيا بينتج اللغة. اللغة تعبر عن الأفكار، عن المبادئ، عن الفلسفة، عن الشخصية العامة، عن المفاهيم الجماعية، عن أي شيء أنت بتحمله هو اللغة. اللغة معناها السيادة الوطنية. خلينا نكون أمينين، السيادة الوطنية معناها الاستغلال. الاستغلال ده نحن عملنا استغلال سياسي سنة 56، نفعنا العلم، خطينا قلنا إنه والله نحن كوننا الدولة السودانية، ناس زعير رفعوا علم كوننا الدولة الزعير، ناس تشاد رفعوا علم، لكن نحن كشعوب أفريقية هي حقيقة الأمر لم نستغل بعض، لأنه أهم شرط للاستغلال ما أنجزناه. هل استغلينا ثقافيا؟ ما أفريقيا كلها يا إما فرانكونية يا إما أنجلو يعني بريطانيا يا إما عربية. عملية الاستغلال الثقافي لم تتم. نحن ما قدرنا نعرف نفسنا شعوبنا للعالم. لا يوجد الآن لغة إفريقية عالمية. لما نتكلم لغة إفريقية عالمية نستخدم في التجارة، في التعليم، في أي حاجة. عشان كده ما في إنتاج. نحن دي النتيجة جاينا. طيب اللغة تعبر عن الاستغلال الثقافي.
تعبر عن استغلال الثقافه، يعني تعبر عن الحريه. انا موجود، انا حر، انا اعرف نفسي للعالم، انا شعب، انا موجود، انا عندي تاريخ. كلنا بنقول والله يعني احنا عندنا تاريخ. طيب التاريخ ده معبر عنه شنو؟ اين النوبيه؟ انا بتكلم بشكل عالم، النوبيه ما موجوده الان، ما في اي لغه سودانيه محليه لحد سنه 2011 كان يسمح بتدريسها في معهد الدراسات الافرو اسيويه. حاجه مضحكه خلاص، يعني عملوا معهد في السبعينات سموه معهد الدراسات الافرو اسيويه في السودان. المعهد ده كان بيدرس اي لغه خارج افريقيا ما عدا لغه الهوسه تقريبا، حاجه الوحيده يعني. بيدرس الصيني والروسي والفرنسي والهندي والياباني، ولا يسمح بتدريس اي لغه سودانيه محليه. بعد ما انفصل جنوب السودان يعني 2011 تم عمليه استغلال جنوب السودان، او ما نسميها نحن في الشمال انفصال وهم بالنسبه لهم استغلال. ها بدو فكر والله يا اخي نحن يا اخي كان كنا ظالمين الناس، قد ما في لغات محليه. بدو يا نوبين تعالوا نعمل لكم منهج، يا نوبا ماونتين تعالوا يا بيجي يا هدندوا نحن قصرنا معاكم. فده الحاصل، اللغه تعبر زي ما قلنا عن الاستغلال الثقافي، تعبر عن كمان اللغه يا جماعه بتعبر عن الموروث المعنوي الثقافي. لما نقول الموروث المعنوي الثقافي انا قاصد به حاجتين اساسيات، الفولكلور والثقافه الماديه. الفولكلور يعني التراث الشفاهي، يعني اي حاجه كده بننطقها، والعادات والتقاليد بتاعتنا، والفن الشعبي، يعني كل ما يتعلق بحياه الانسان. اذا مسكنا التراث الشفاهي نلقى اللغه بتحفظ لنا الحكايه الشعبيه، كومانشي بتحفظ لنا الشعر الشعبي، بتحفظ لنا الحكم والامثال الالغاز الشعبيه. كل ما يمثل التاريخ الشفاهي بتاعنا والابداع الشفاهي بتاعنا، اذا فقدنا هذه اللغه حصل لنا شنو؟ بتر للثقافه دي. الحاجه الكويسه في مجتمع نوبين الان بدا ينشط انه في الحته دي، يعني والله يا اخي الشعر الشعبي ماشي كويس، الحكايه والامثال، ونحن عاوزين نشجع المهتمين بالجانب ده لان ده جانب مهم، يعني بيحفز المجتمع. العادات والتقاليد، العادات والتقاليد لكن محاربة، لأن الثقافة الموجودة الثقافة العربية قد ما يتماشى مع ما الآن مثلا الترند، والله الناس شوية التزموا دينيا تمام، فبدوا يتخلصوا عن كثير من العادات، يعني الطقوس، العبور، الميلاد، الختان، الزواج، الوفاء. الليلة لما نمشي لهرس نوبي تلقى الزفة المصرية، والعروس بترقص بالأجنبي، يعني ما موجود بيجينا إحنا ملتي كلتشر، يعني ما في حاجة بتاعتنا يعني مثلا. لكن ده كله جاي من عدم الاعتزاز بيزول بوجوده، يعني الإنسان لما يكون ما هو ما عارف ماشي وين بيلبس أي حاجة، يعني تلبس الطاقية المصري وعباية السعودي، تبقى ما انت، لان اللغه هي رمزيه لذاتك. الانسان لما يفقد اللغه بيبقى ذاته، بيبقى حايم ساير وين، يعني ممكن يتغمص اي شخصيه. فعشان كده دي حاجه مهمه جدا. وفي كتار من اخواننا الليبراليين والتيارات الموجوده في اليسار هنا وهناك
بتقول انه والله دي رجعيه ودعوه للرجعيه والناس تمشي لحاجه اسمها اليونيفرسال. يا جماعه ما بشوفكم بموضوع اليونيفرسال ده. زول فقد نفسه مشى كده في الشارع ساي مشى ملط يعني بعدها بلبس اي لبس زول ثاني قريب منه. ما هيرجع لنفسه، لما ما يرجع لنفسه معناه ضاع. ضاع معناه خش في دائره زول ثاني. خش في حته زول ثاني. وعشان كده مجتمعنا السوداني الان لو هو بنمشي في الغربه بنجي ما عندنا حاجه يونيك بتاعتنا. نحن بنجي ناكل ونلبس ونشرب وزن دوائر اخرين. لكن ما عندنا كوميونيتي يهود، ما عندنا شوف الاثيوبيين الاسيويين الاثيوبيين المجتمعات المحافظه حتى هنا عندنا في امريكا على وجودها وكينونتها ما بيحصلوا في ذلك. يعني مثلا انا من ما طفل ما شفت تاني زار مذكرين زار يا جماعه انتهى تقريبا انتهى خلاص. يعني مثلا الولاده مثلا طقوس الولاده النوبيه كان عندها حاجات معينه كده هسه ما موجوده. ما هو ولد ودوه يعمل له في البنايه ولا في البحر ولا يعني الطهور او الختان يعني حاجات ما يصاحبها. احنا كان بيودونا مثلا بيت الطهور ده للناس زي بيت العرس يعني برنامج واحد يجي يتفرج وزول المطهر لابس كيف وكذا حاجات دي خلاص الواد يمشي يودوه طهروه في الدكتور وكذا يعني انتهت الحاجات. الحاجات دي هي اليونيكنس دي هي اللي بتخلق من الشعب كينونته. واحدة من الحاجات الثانية الفن الشعبي. الفن الشعبي ما هو الرقص بس وإن كان الرقص جزء مهم ولا هو الموسيقى بس وده الجانبين اللي احنا حافظنا عليهم، لكن في جوانب ثانية مهمة. الرسم والنحت والبتاع زمان انتوا شوفوا جدودكم ليه كانوا بينحتوا كيف تماثيل وآثار ومعابد وكنائس ويعني شغل كبير. فيما يبدو نحن فقدنا جزء كبير من مكوننا يعني شخصيتنا الإبداعية، لأنه الآن ما في زول بيزين بيته. زمان لحد فترة ما يعني سي 100 سنة البيت النوبي ده يعني ديكوريشن عالي ألوان ويجيبوا من الطبيعة وألوان أخضر وأحمر وكده، والنسوان كانوا هم اللي بيبنوا البيت والكنداكات البيت النوبي كانوا بيزينوا النسوان. الآن نحن حصل لنا انقطاع من الابداع. الالعاب الشعبيه، رياضات، فن الطهي، المطبخ الصيني، المطبخ الهندي، حتى بزنس يعني المطبخ الاثيوبي، المطبخ الفرنسي، وين المطبخ النوبي؟ عالميا ما موجودين. حتى وين المطبخ السوداني؟ الثقافة المادية، لما نتكلم عن الثقافة المادية أنا شايف إنه دي مهمة جدا هنا، لأنه دي مربوطة بالإنتاج يا جماعة. الثقافات المادية يعني الملبوسات، المصنوعات اليدوية، أدوات الزينة سواء كان للمرأة أو للمكان، الأدوات المنزلية، المعماريات، الرسم، النحت، كل الأشياء ثقافة مادية. أتمنى أنكم تمشوا المتاحف تشوفوا كيف كان ينتج السودان أو النوبة لحد يقول 700 سنة، ولماذا انقطعتوا من الإنتاج ده؟ يعني ما حصل فترة من فترات الحضارة النوبية ما كان فيه إبداع تلمسه يعني بتشوفه في الآثار الموجودة في كمية الإبداع الموجود. وكيف إنه الإنسان كان بيتمتع بحاجات يعني فن؟ وين الآن الشعوب عبرت مدارس النحت العالمية والرسم نحن ما موجودين في العالم، ما بعمل جديد.
اي شعب ما قاعد ينجد ها هو خارج. جبل واحد سألني سؤال قال لي يا اخي ليه النوبيين دي كل ما نعمل يعني انا ما ادري الناس تكون متاخرين لكن ليه نحن كل ما نعمل مناسبه والناس بتجي متاخره ليه ما يعني نحس بالزمن؟ قلت له يا اخي لانه انا حجاوب على الحته دي في المحاضره لانه يا جماعه اي شعب بيفقد الخصائص الانتاج ما قاعد يحس بالزمن. الزمن بالنسبه له اي شعب مستهلك الزمن بالنسبه له حاجه ثانويه لما تنتج الزمن بالنسبه لي حاجه مهمه. اديته مثال قلت لي زمان انه كان بيزرع الزراعه مربوطه بالساقيه تكتي يعني زمن الساقيه الساعه بتاعت الساقيه المربوطه يعني هو زمان سقف الساعه الفلانيه كده او طبعا التقدير ومع البتاع ده معناها حفوظ عليه زمان سقى البلح كده اذا ما عمل كده في الموسم يعني الزمن عنده فاليو. تفقد الانتاج انت فقدت الفاليو بتاع الزمن. فقدت اللغة انت فقدت الاحساس بالانتاج. وده هنمشي في اخر حته لانه شايف الزمن قصر وانا يمكن نختم بها الندوه التنويريه. مخاطر فقدان اللغه المحليه. نحن تكلمنا كثير عن اللغه وميزاتها وحاجاتها. طيب يعني شنو لو فقدنا اللغه؟ يعني شنو ما هو حيبقى زي ما نحن السودان الان دوله متخلفه في كل شيء حتى في الجانب الانساني. اول شيء تخلفنا فيه هو الجانب الانساني. لانه فقدنا جزء كبير من وجودنا كينونتنا هذه اللغه. الان انا بدي اتكلم معكم بلغه جايه من برا صح؟ اللغه العربيه صح؟ ليه انا اتكلم بالعربي؟ ده سؤال. فقدان اللغه المحليه اول حاجه بيعمل شعور بالانفصال بين الذات والانسان. يعني اول حاجه نحن قلنا اللغه اداه تعريف الذات. فقدت لغتك معناها فقدت الارتباط بالذات. فقدت الارتباط بالذات معناها حصل حاجه ما بينك وما بين البيئه. يعني الانسان والثقافه والبيئه مثلث زي ما يسمونه تساوي الاضلاع ولا مهم مثلث مكتمل. ما بيكتمل المثلث ده الا اذا اكتملت الاركان بتاعته. الانسان المتفاعل مع ثقافته في بيته بينتج بيبدع بيطلع حضاره. الانسان المضطرب يعني الانسان عنده مشكله رفض ثقافته لبس حاجه زول ثاني في نفس البيئة بيحول بيته دي لعكس للتخلف. عديت مثال دائما في محاضراتي محاضرة كده حاول أرسل لكم بتسمع عن صوبة. عملت المقارنة بين صوبة والخرطوم. صوبة نفس الموقع حصل فيه الخرطوم وصوبة. صوبة مدينة تاريخية قبل المسيحية كان موجودة يعني من أيام مروة. مدينة صوبة أو صوبة مدينة مروية تابعة لإقليم المطانة إقليم مروي موجودة في نفس حدود الخرطوم الحالية. تم تدميرها على يد الأكسوميين الغوزاء ناس أكسوم عندهم ملك اسمه أزانة بن ميدة جاء غزا بلاد كوش يعني غزا مروي وحصل التدمير للمدن المهمة. واحدة من المدن اللي تم لها استهداف كانت صوبة. دمر الصوبة تماما بعد 150 سنة بقت أهم المدن في الممالك المسيحية. المملكة المسيحية الجنوبية اسمها علوة أو الوديا. صوبة كانت مدينة عريقة عظيمة. في الأغاني زمان كانوا بيغنوا في صوبة. أنا ما أعرف مستوى حبوباتنا في السكول عندهم في الأغاني صوبة بيذكروها يعني خراب صوبة يعني مدينة يعني أقل شيء ممكن نقوله إنها كانت مدينة فيها يعني من الأمار والزينة
ما يفوق أي مدينة في إفريقيا أو في العالم. أثرى زي ما قال واحد من اللي نعي اسمه ابن الغيم أثرى وأجمل المدائن. صوبة في حالف العبد الله مع الفون 1504 تم تدميرها. الآن الخرطوم في نفس الجغرافيا، نحن اخترنا عاصمة لبلادنا السودان. الخرطوم كده غرنوا لنا بأي عاصمة، حتى العواصم جنبنا يعني. حتى الدول اللي احنا شايفينها أقل منها بأدس مثلا. الخرطوم يعني معماريا وتعد من العواصم المتأخرة. طيب لماذا نجحت صوبة تاريخيا وفشلت الخرطوم؟ أنا جاوبت على السؤال ده في المحاضرة، وممكن لكن أنا أعزي واحدة من الأسباب المهمة إنه صوبة لم تفقد ثقافتها، وإنسان كان مصالح مع بيته وثقافته، وإنسان أفريقي غاية، إنسان الخرطوم الحالي الآن ما معروف ذاته ومعرف نفسه عايش ما بين عالمين، مرة ما متأرجح هو عربي بسحنة إفريقية، حصل له استلاب لعالم ثاني. إذن الانفصال الذاتي بيأثر على عملية التطور. تطور معناها تدهور الإبداع الجماعي، أتكلم هنا الجماعي ما الفرد، عشان الناس ما تفهمنا غلط. ما معناه إنه السودانيين فردياً ما مبدعين، لا، أنا بتكلم عن إبداعنا كجماعي، إبداعنا كشعب. الشعور باللاوطنية، لأنه طبعاً إحنا بدينا من البداية قلنا يا جماعة الشعور بالاستغلال الثقافي والحرية الثقافية موجود في اللغة، أنا موجود في العالم معبر عني، أنا موجود حر ثقافي مستغل. إحنا استغلينا سياسي لكن لم نستغل فكرياً أو ثقافياً. وعشان كده أهلنا السودانيين دائماً ما عندهم إحساس بالوطنية. تلك السودانية آخر حاجة يزعل لها الوطن، آخر حاجة ينتبه لها تراب الأرض. ونحن من إشكالات المهم الخطيرة جدا الشخصية السودانية الحديثة. بعدين الشعور بالانهزام النفسي، يعني كثير من المجتمعات السودانية حصل لها انهزام ثقافي، انهزام نفسي، فأثرت إنها تنتحر يعني ثقافيا خلاص، يعني نرضى بالواقع كده يا أخي، ما خلاص نحن عرب، نحن خلاص نحن تبع مصر، نحن تبع السعودية. شوفوا الآن مرحلة الانحلال الفكري والثقافي وصلنا له، نحن الآن عاوزين نخش الخليج، عاوزين نخش الخليج، عاوزين نبقى خلاجة، عاوزين نبقى حاجة. في السودان داير يبقوا يهود، في السودان يبقوا خواجات، يعني حاجات كل واحد داير يلبس شكل تاني. أنا بشكر مرة تانية الحضور، وأتمنى إن تكون المحاضرة أو الندوة القصيرة دي هاي تكون قدرت توصل ولو قليل من الرسالة. وأنا أكتفي بهذا الغدر وأجيب هنا، ولو في فرصة للأسئلة أو التعليق. أشكر دكتور عليها محاضرة قيمة جدا مراي، تكونوا استوعبتوا شيء من الحديث ما قال معلم التخاطب. فنداري سؤال قبل ما أفتح له وأفتح الأسئلة، يقول طيب هو يتكلم عن اللغة النوبية النظرية وتاريخه وأهميته. طيب نحن هنا حسي الدول نشوف عاوزين نعمل في كلام طبعا حسنا الرمز من الهوية تاريخ تراث وعانات حاجات كثيرة. طيب عشان نمشي في تاريخنا وتراثنا حسنا لاحظنا احنا ذات في هنا في أمريكا أو في واشنطن دي سي اللي بيجمعنا شو ليه احنا مسلمين احنا بلدنا السوداني ما بين اللغة جماعة اللغة الجنارية حتى ما نتكلم طيب برضو لسه في داخله الحب للغة يعني. فعشان اللغة دي ما تمشي، عشان اللغة دي ما تروح،
لأن هذا مقبلة الأول الناس المخاطمين أنتم مبرر الحمد لله نحن يعني في كثير مننا تملكنا الحروف والبرنامج النادي النوب اللغة النوبية اللي عملناها احنا عاوزين نستمر فيها علشان يعني نطور كتابتنا تحدثنا وكنا عاوز طبعا النتورك كان اساس للناس اللي حاولنا نتصل عليهم وواجههم للاسف الشديد برضو جيناهم في بيتهم برضو ما واجهونا يعني فنتمنى انه تعالى نعمل دعايه ثانيه ونعمل يمكن نروح فنشكر النوبة النوبة الثاني على الحوار الخير ولو في اي ميول جاي يستشفى ويسال تفضل يعني ما ضروري في الحياة النمرية يعني واحد يقول حاجة هل يمكن تعقيب ولا بس لا لو ما في تعقيب ممكن في تعقيب لكن ما عندي سؤال لكن تعقيب بسيط تعقيب بسيط عن اللغة شكرا لكم كلكم وشكرا لاخونا الاستاذ من غنطون وشكرا لاخونا الاستاذ متوكل بالمناسبه الليله كان يوم التخريج بتاع كلاس اللغه النوبيه النوبين في ولايه ماريلاند فنحن الثلاثه جايين من التخريج جينا على الندوه هنا طوال فداير انا عندي مغاربه كده بسيطه للغه داير اقول لكم يمكن تكونوا سمعتوها وقلتها كثير وكده اللغه انا بشبه اللغه بحاجه الصحن صحن القراصه مثلا قراصه ملوحه ولا قراصه ملاح اخضر ولا اي ملاح ولا اي كذا الصحن اللي فيه القراصه والملاح الصحن ده الصحن هو اللغه القراصة والملوحة اللي جوا الصحن هي الثقافة الكلتشر البني آدم بيشيل ثقافته ولغته ثقافته داخل لغته يعني الإنسان بيقول أنا نوبي النوبية الإنسان بيظهر في لغته زي ما قال الأستاذ الصيني بيتكلم لغة صينية والفرنسي بيتكلم لغة فرنسية لكن في السودان الناس شالوا منهم الحتة دي عشان كده أنا أوضح المسألة بتاعت اللغة بالصحن والملاحة والقراصة والملاحة جوا الصحن الصحن هو اللغة الصحن ده لو وقع متكسر في الواطة الزول بيقدر يشيل الملاح والكسرة أو الملاح والقراصة يأكلها من الواطة طبعا ما ممكن فمهم جدا الحفاظ على اللغة لأنه اللغة هي المعون اللي بتحمل الثقافة يعني بدون لغة ما في ثقافة نوبية بدون لغة نوبية ما في ثقافة نوبية اللغة هو الصحن المعون والثقافة هو الأكل اللي جوا الصحن ده أو زي ما بقولوا بالخواجات the language is a container of the culture فبس حبيت أوضح الحتة دي المغاربة بتاعت اللغة والثقافة بالصحن والملاح شكرا أنا عندي سؤال علاقة اللغة النوبية بتكلموها هسي باللغة المروية زي ما أنا قبل قلت في ذات المحاضرة في التصنيف إنه اللغة المروية هي موجودة في ذات المجموعة يعني إذا هي موجودة في ذات المجموعة النورث إيسترن سودانيك ده معناها خصائص اللغة
المروية وخصائص نوبين قريبة جدا، يعني جراماتيكلي يعني بشكل قاموسي وبشكل نحوي نحن قريبين، وفي كثير من الكلمات المروية موجودة في اللغة في لغة نوبين، وده ما سر يعني دي حاجة. يعني مثلا على سبيل المثال أنا بعرف كلمتين على الأقل، يعني في كلمة السيف أنت بتقول فرن بالمروية فرن، تمام. وتاني مثلا كلمة الشرف يمكن دي كلمة للحبوبات في السكوت، يعني أنت سمعت الكلمة دي قبل كده؟ أيوة. وفي المروية نطق قريب لها يعني. الناس اللي حسب حاولوا تؤلينيت المروتي من الهناية، الدراسات الأخيرة اللي تمت لغويا بتربط اللغات دي كثير، يعني اللغة المروية والنوبية، وخاصة صديقنا وأستاذنا الدكتور كلود ريلي أستاذ الدراسات المروية الفرنسي، ولا رئيس الجلسة الفرنسية الأثرية، فهو لغوي وأثري موجود في السودان، وصل دي حاجات كثيرة جدا، والتصنيف ده تم الاتفاق به مع كمية من اللغويين، يعني الدكتورة أنجيليكا جابوري واحدة من الدكتورة الكبار الشغالين جامعة كولون شغالة في اللغة دي، يعني فوصلنا الآن إلى التصنيف إنه والله المروية هي الآن تصنف، يعني باختصار كده إذا كان في البروتوتايب نوبي يعني إحنا حنسميها اللغة النوبية الأولى، إذا جمعنا اللغات النوبية كلها في لغة نوبية أولى، اللغة النوبية الأولى دي أخت المروية، ده باختصار بلخص ليك العلاقة. إذا كان في لغة نوبية أولية بروتوتايب نوبي، البروتوتايب نوبي دي بالضرورة تكون قريبة جدا من المروية، واللغة المروية خصائصها موزعة على اللغات النوبية الحصة، يعني جزء في الميدوم، جزء في لغات الهينوبيانس، جزء في النوبين، جزء في الدنغلاضية، يعني لا يمكن فصل اللغة المروية أو فهم الآن وده الاتجاه الجديد في الدراسة من غير دراسة هذه اللغات النوبية الحية الموجودة. في معلومة بس نقطة كده دايرة أوضحها، نقطة كده دايرة أوضحها شديد مهمة جدا. السودانيين بيفتكروا يعني الناس الناطقين باللغات النوبية بالذات النوبين أو الأنداني أهلنا في الدنغلا بيفتكروا إنه ده نوع من العنصرية أو كده، الناس لما يعني تحافظ على لغتها أو تتكلم اللغة وكده. أنا شخصيا في مفهومي يعني أنا شايف به وبفهم به، الشعب السوداني ده كله هو نوبيا، هم نوبيين، يعني النوبة ما أنا عندي في فهمي النوبة ما من دنغلا ولا الشمال، لا النوبة هو كل السودان. السودانيين في لحظات زي ما شرح الأستاذ تخلوا عن لغاتهم لحاجات سياسية، ضغوط سياسية معينة، ظروف تاريخية معينة، في ناس تخلت عن لغات وفي لغات اندثرت، زي أخونا كان أستاذ نوبالتور قال لغة منو الميلوب ولا يعني لغة البرجل، لغة البرجل واحدة من اللغات النوبية اللي انقرضت، أهل البرجل هسا بيتكلموا اللغة الدارج العادي السوداني العربي الدارج ده، لكن ده ما معناته إنه هم عرب، يعني العروبة ما باللون ولا باللغة، اللغة السودانيين ده كلهم كانوا بيتكلموا اللغات الموجودة، اللغات النوبية الموجودة. فنحن ما بن يعني لما نجتمع عشان نحافظ على تراثنا ولغتنا ونديه للأجيال الجديدة دي ما عنصرية، هو ده امتداد لتراثنا وثقافتنا، وبعدين نحن ما بنفرض على أي مجموعة لغة معينة، لأنه زي ما بيشرح الأستاذ اللغات النوبية هي من ضمنها اللي احنا بنتكلمها في محس والسكود وحلفة وفي مصر برضو دي اللغة النوبين، نحن نحافظ عليها لأنه دي ثقافتنا ولغتنا، وأهلنا الأصحابين اللغات النوبية الثانية يحافظوا على لغتهم، لقدام الناس بتخلق بتقدر تجي تخلق لغة مشتركة
بالاساس والجذور اللي بيتكلم عنه الاستاذ دي يعني اللغات النايلوتكس وكده. فالمفهوم ده مهم جدا انه نحن نثبت انه نوبيا مش المجموعات الساكنه من دنقلة ولا شمال، نوبيا هو السودان كله. لكن مش فرض على الناس يعني مش قطع رقبه، لكن نحن بنفهم كده انه نوبيا هو السودان. كلمه سودان زي ما شرح الاستاذ بركو ما في حاجه اسمها اللغه السودانيه. في السودان هسه الاسم السياسي عارفين في ظروف سياسيه معينه اسم البلد اتغير من بلاد النوبه للسودان، واسماءنا نحن ذاتنا برضه في ظروف تاريخيه اتغيرت من اسماء محليه افريقيه نوبيه كوشيه لاسماء عربيه معروفه. لكن نحن بنشمل الثقافه اللي نحن عايشين فيها واللغه اللي بنتحدثها ده ملك الشعب السوداني كله، حق الشعب السوداني. وفري لاي سوداني نحن ما يعني ما عطيه من مجموعه معينه يقول والله نحن بندي فرصه لمجموعه اسميه معينه ولا كده، لا ده ملك تاريخي ساهموا فيه كل المجموعات السودانيه. شكرا. بس كنت عاوز اعقب على نقطه مهمه اللي هي عامل اللبس ده في اللغات. يا جماعه دائما في المفهوم الحديث بتاع الدوله بالذات الدوله الاستعماريه الدولة الكولونيالية جاب الخواجة يعني. إنه والله ربط الدولة بلغة رسمية ده إنه في أوروبا كده يعني أوروبا النظام فيه ثقافة واحدة واللغات كلها تنصير عشان تكون لغة واحدة. الكيس ده أو الحالة دي ما موجودة عندنا في أفريقيا وبالتحديد في السودان، عشان كده نحن فاشلين الآن سياسيين. واحدة من الصراعات أنحنا مجتمع متعدد ثقافيا متعدد لغويا، ما مر علينا مرحله في التاريخ ما كان فيها تعدد ثقافي حتى داخل الحاله النوبيه. نحن متعددين. فلما كان مثلا اللغه النوبيه بتتكتب يعني اللغه النوبيه القديمه كانت بتتكتب، ده ما معناه انه اللغات الدنقلاوي والاجم بتاع ما موجوده. كل مجتمع كان حافظ على لغاته الخاصة المحلية واتفقوا سياسياً إنه واحدة منهم تبدأ لغة رسمية أو اتفقوا إنه يعمل الشكل ما بتاع لغة رسمية، لكن في ذات الوقت اللغات الخاصة كانت موجودة وحاضرة. نحن ما بنشبه التطور بتاعنا، ما بنشبه الخواجة. المدرسة بتاعت الخواجات كسر رقبة والله الناس تعمل مدرسة بتاعت لغة واحدة، الشعب يتكلم واحد، خلاص اللغة الرسمية واحدة. احنا ما عاملين، احنا مجتمعات متعددة ثقافيا من كل شيء، واول حاجة هي اللغة. وعاوز ارجع ثاني للمفهوم بتاع ان اللغة الخاصة يعني هي تمثل الانسان والانسان كونباء انسانية. اي زول بيحس بانه هو لازم يتنازل اللغة الخاصة عشان يرضي زول ثاني، انا افتكر ده يعني اتجاه خاطئ منه. عشان تكون انسان اول حاجه اعترف بذاتك يعني موجود. وانا اخلي الفرصه تصرفهم لانه مداخله. خليكم مدير في سؤال كده او برايي تمام اللغه ذاتها كانت مكتوبه في الاول طبعا في المدارس بفتره اشتهر الشباب وجو ناس بحثوا فيها من كل بدري وكبار وغير فليه في فتره معينه اللغه ما اتكتبت؟ في ناس بيقول لي لان اللغه لما كانت بتقول بالطباعه بس ناس الكنائس ناس الحكومه والمؤمنين يعني الشعب العادي ما كان بيتكلم. سبيلين في السير ده اختار فكرة نجح فعايز يتكلم في ذلك النجح نجح 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 السؤال بتاع أستاذنا ده في جانب سياسي وبالذات معايا غير سنسيتيف. يا جماعة اللغة الأردنية دي اختفت الكتابة بتاعتها من الكتابة مفروضة بالكنيسة يا جماعة يعني ده أوبيسلي ده حاجة واضحة إنه الكتابة الأردنية اغلب النصوص اللي بيناها نصوص دينيه 90% من النصوص اللي بيناها مكتوبه في غزه ابريم او في دنقلة او غيرها هي نصوص مربوطه بالكنيسه.
والكتاب العجيب ما كانت بس لناس الكنائس. بعدين قال لكم يعني واحدة من أسرار المجتمع الديني أو المجتمع المسيحي كان موجود في واحدة من النصوص بيظهر ناس عاديين بيقدموا وعظة. مما يقول إنه عملية الوعظ ذاتها ما كانت بس للكليرك للأسقف أو للناس. الشعب ذاته بيشارك الوعظ بيكتبوا الوعظ بتاعتهم الراجل والمرأة بيكون مقسم عليهم. فإذا عملية الكتابة كانت منتشرة. كانت منتشرة في المنطقة. لكن دخول الإسلام والتهديد بتاع الفاطميين وتحديث بتاع الدولة الإسلامية الموجودة في مصر بمختلف مسميات تاريخية لحد الفاطمية هي عملت عامل أساسي في الكتابة ومحاربة الثقافات الآن اللي كان بيكتب معناه مسيح. وأي واحد كان بيحاول يهرب من الحتة دي يعني ويحاول يعني يكتب بالعربي يعني هيكتب اللغة هيكون هو لسه في الدين ده يعني أي واحد يحاول ينفي التهمة بتاعت الكتاب. بس هو الحاجة الثانية الكتابة ذاتها اليوم هي مربوطة بسيستم كامل بتاع دولة. الدولة انهارت ما في ملك. الدولة انهارت. الدولة انهارت اوتوماتيكي يعني الرسمية بتاعت الكتابة انهارت. ولا تعمل نقطة الناس اللي تختلف.